السفيرة بريف حلب، الغارة الجوية العاشرة على المدينة، قصف بالبراميل المتفجرة بواسطة المروحيات. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السفيرة بريف حلب، 13/10/2013. هذه براميل الأسد وهذه منجزاته. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه المنازل أصبحت أثرا بعد عين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يبقى حجر على حجر. الله المستعان، الله المستعان. دمار هائل، دمار، دمار. حسبي الله ونعم الوكيل.